أعرب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس داخل الريدز بتصويت الجماهير. وقال النجم الدولي المصري بعد فوزه بالجائزة أنه يشعر بسعادة في تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق، مبينا أن تسجيل 100 هدف ودخول نادي المئة في الدوري الإنجليزي كجناح هو أمر أسعده ويفتخر به كثيرا، معربا عن أمله في مواصلة التقدم على هذا النحو.